الفيديو الثاني بالفارماكولوجي اوف هايبرتنشن. المره الماضيه حكينا بالاي بي سي دي، خلصنا الاي دراجز اللي هم الاس انهبيتورز والاي ار بيز، حكينا عنهم بشكل عام. اليوم ان شاء الله راح نعمل البيتا دراجز. البي دراجز يعني البيتا بلوكرز. ناخذ الاسود البيتا بلوكرز، احنا طبعا حكينا عنهم لما حكينا بالانتي ادرينرجيك بيتا بلوكرز، تمام. حكينا عندنا نون سيلكتيف وعندي سيلكتيف. حكينا النون سيلكتيف في لهم كوشنز كبيره بالازماتيك بيشنتس وبالبيشنتس وذ ايذر تايب 1 اور تايب 2 دي ام ديابيتس ميليتس. كانوا بيعملوا برونكوسبازم وكانوا بيعملوا هايبو يعني جلايسيميا وماسكينج فور ذا هايبوجلايسيميك اتاكس. لانه انا بحكي بالكارديولوجي اليوم راح نروح اكثر مع السلكتيف ميديكيشنز. طيب السؤال، what is the rationale behind using beta blockers في الهايبرتنشن؟ الجواب لازم يكون من خلال الـ MOA، من خلال الـ Mechanism of Action. أنا بعطي medications اللي هم beta blockers بيعملوا drop في الهارت ريت العالي، يعني بيعملوا drop في التكيكارديا، وبيعملوا كمان lower in the contractility. كمان واللي هو very important، طبعا هم هذول بيتا 1 كارديو سيلكتيف، احنا متفقين على هذا الحكي. البيتا 1 كمان ريسبتر موجود في الكدني، وحكينا انه مسؤول عن الرنين اكتيفيشن. فالبيتا 1 بنفيتس او الراشونال بيهايند يوزنج البيتا بلوكرز في الهايبرتنشن انه اي ام لورينج ذا انكريزد هارت ريت اند اي ام اولسو lowering the power of the contraction, بس the heart rate طبعا أكتر. And I am actually blocking the RAS system. على فكرة البيتا بلوكرز أصلا تعمل peripheral vasoconstriction. مرة تانية بعيد، vasoconstriction، وبتعمل sodium retention. مع إنهم أدوية ضغط، يعني مع إنهم drugs used for hypertensive patients، إلا إنه بيعملوا vasoconstriction وصوديوم retention، يعني لازم يعملوا لي hypertension. هاي الميكانيزمز مضبوطة، هاي الأكشنز مضبوطة، they do that. However, the major mechanism بتضلها هدول ال two lines، ال renin system blocking من البيتا 1 وال heart mechanisms. فهاي هاي بتصير بس هدول minor، لأنه هدول بيغلبوا دائما. طيب معناته السلكتيف دراجز هم اللي انا راح استخدمهم اكثر، بس طبعا لازم نحكي شويه ادويه. النون سلكتيف البروتوتايب هو بروبرانالول. السلكتيفز عندنا كثير ميديكيشنز، سلكتيف اسبيوتول، عندنا اتينولول، عندنا من احسن الادويه بصراحه البيزوبرولول. بيزوبرولول من البيتا بلوكرز. في عنا one of them هو استخدامه بيكون topical. لو نزلنا شوي topical، طبعا topical starts with T، topical يعني local موضعي. topical هو من اسمه T، من حرفه T، اسمه تيمولول. تيمولول التيمولول هذا used as topical eye drop في البيشنتس اللي عندهم ارتفاع في ضغط العين، عندهم increased او مش increased، عندهم جلوكوما، ارتفاع في ضغط العين، يعني عندهم increased intra ocular pressure. هل هذا التيمولول يستخدم as an eye drop for patients with the glaucoma for long term، بس هو it's not the drug of choice for acute emergency cases. بضلوا دواء مثل البايلوكاربين اللي هو الكورنيرجيك اجونست، if you go back هو الدراج اوف تشويس. عندنا كمان امبورتنت ايجنت هو اسمه ازمولول. ازمولول هذا بعطوه اي في
له short half-life. مرات كتير used بحالات الطوارئ. Okay, emergency. هلا احنا بنحكي السلكتيفز والنون-سلكتيفز، نحكي انه السلكتيفز هم احنا بنحبهم اكتر. مرات بنحب واحد من النون-سلكتيف اكتر. هنا النون-سلكتيفيتي مش بيتا 1 بيتا 2، لا، هذا النون-سلكتيف زي ما حكينا بفيديوهات سابقة هو الفا 1 زائد بيتا 1، هذا اسمه الكارفيدولول. كارفيدولول هذا one of the good medications، هون بتعمل لك vasodilation، هون بتعمل لك suppression للرنين وsuppression للincreased heart rate. البيتا بلوكرز هم كلاس كتير كبير طبعا. بالثيرابيوتكس نعرف بعدين ان هم you start with small dose، بعدين بدك تسوي tapering لانه السايد افكتس مرات بتكون مزعجة. ممكن تعمل headache، ممكن تعمل dizziness، ممكن تعمل اكتر اشي بتسوي فتيج. ليش فتيج؟ لانه انا مش قادر اعمل exercise. كم اعمل exercise انا ما اعطي البيتا بلوكر، البيتا بلوكر عم يمنع الهارت to pump بشكل كتير منيح، بالتالي انا محافظ على stable heart rate، مش عم بقدر اعمل more pumping. في اشي كمان مهم نحكي في البي دراجز او البيت او البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز هم لهم استخدام تاني، لهم استخدام كانتي اريثميكس، انتي اريثميك دراجز. they actually طول في هم كلاس من هذا من هاي الثيرابيز تشتغل هون. but they may induce arrhythmia in some patients. البيتا بلوكرز بتصور هاي هي الميجر ايديا تبعتهم. كان بالزمانات البيتا بلوكرز هم كانوا يستخدموهم as first line therapy بالبيشنتس الهايبرتنسيف، يعني patient شخص اليوم في هايبرتنشن كانوا يبلشوا له في البيتا بلوكرز. حقيقة هذا الحكي تغير في الـ في الـ في الريسنت guidelines، صاروا البيتا بلوكرز مهمين اوكي، بس إلهم يوز في شيء اسمه compelling indication، يعني patient with hypertension عالجناه بالACE inhibitors أو ARBs أو أي دواء من first line. بعدين إذا صار في عنده angina دخلنا في MI post MI، فالبيتا بلوكر بيكون أساسي. فالبيتا بلوكرز أساسيين في الاسكيميك heart disease patients، بصراحة لازم يكون متاخذ مع هذا مع هذا البيشنت. فلهلا احنا حكينا على البي دراجز بشكل عام، طبعا هم كثير فيري ديتيلد توبيك، بس احنا اور سكوب هير تو ميك ات مور سمبل، تو ميك ات مور يعني ريدبل ثرو يور تكست بوكس. اذا نزلنا شوي وناخذ السي دراجز. السي دراجز احنا حكينا عنهم، هم كانوا الكالسيوم شانل بلوكرز، السي سي بيز. السي سي بيز هم حكينا في منهم حيشتغل على الهارت، بس ما حكيناش من الادويه. في منهم حيشتغل على البلد فيسل اللي في الهارت واللي بالفيسل. طبعا برجع بعيد الايديا انه اي ام بلوكينج كالسيوم انترانس في السيل، بالتالي انا ما بعمل كونتراكشن، بالتالي اذا انا بحكي في الهارت راح اعمل نوع من الريلاكسيشن، راح اخفف الباور اوف ذا كونتراكشن في هذا الفيسل، راح امنع الكونتراكشن في السموث ماسلز في الاندوثيليوم، بالتالي انا بعمل فازو دايليشن. مين هي الادويه؟ ادويه كثير مهمه. هنا الكلاس المشهور اسمهم داي هايدروبيريدينز، داي هايدروبيريدينز. في عندنا اول دواء نزل اسمه نيفي ديبين. هذا الدواء اول دواء نزل من هذا الكلاس. صراحه اتس فيري جود بات اتس نوت ذا بيست. ليش؟ الدواء هذا مشهور بالفاست اونست. طب نفكر فيها مع بعض. فاست اونست يعمل رابيد فازو دايليشن. تذكرتوا الالفا 1 بلوكرز كانت تعمل رابيد فازو دايليشن، كانت تعمل فيرتايجو بوسترال هايبوتنشن وهيديك وريفلكس تاكيكارديا، تقريبا نفس السايد افكت بيصير هون.
فبعدين نزل عندنا كان عندنا نيور ميديكيشن وهذا one of the best بالعالم اسمه الأملو دبين. أملو دبين الايديا تبعته انه هو بيشتغل على موضوع بنسميه the gradual onset of action، بالتالي ما في مشكلة الـ first dose hypotension ولا headache ولا reflex tachycardia. بصراحة نحكي الـ يعني الـ evidence في الأمرودبين is very strong، يعني this choice stands on very good level of evidence على مر التاريخ، يعني دواء من الـ first line medications. في كمان نيمودبين، هذا من الـ CCBs بيشتغل more centrally CNS، بتاخد post to strokes. في واحد كمان من هذا الكلاس اسمه لير كارني دبين، ما بيختلف كتير بس في إله very good point، في إله very good advantage انه هو يعني preserve the renal function، في evidence فيه. طبعا هم almost equals بس the best هو الأملو دبين من ناحية in the clinical practice مع ال patients مع الدكتورز في ال evidence، وال ليركارنيدبين هذا بحمي ال يعني ال kidney function. هدول الكلاس اللي اسمهم داي هايدروبيريدينز. طيب يعني هدول ما لهم side effect؟ لا لهم side effects أكيد. side effect اللي famous كتير طبعا هلا حيطلع لك في ال إنه بال textbook nausea vomiting dizziness، هذا ما عم نختلف عليه، بس إله يعني الميجر أو الموست كومن اللي اسمها أنكل إديما. أنكل إديما يعني الكاحل أو الأنكل بيكون سوولن، بيكون منتفخ، بيكون في أنا عندي إنه إديما جاي من الإم أو إيه تبعته، جاي من الميكانيزم أوف أكشن، هو بيعمل فازو دايليشن. فهي بلكي الموست كومن أدفيرس أو سايد إفكت للأملودبين أو للسي سي بيز بي بشكل عام. طيب حكينا على الداي هايدروبيريدينز، ضل عندنا الاذر كلاس اللي هو نون داي هايدروبيريدينز الثاني، اللي هم بيشتغلوا اكثر شيء في الهارت. ناخذ اول دواء اسمه نغير اللون، اسمه فيرابميل. هلا هذا الفيرابميل بيشتغل في الميوكارديوم سي سي بي، بالتالي lowers the power of the contraction، يعني له negative inotropic action. وفي دواء ثاني كمان هذا كثير مشهور في هاي الكلاس اسمه دلتيازم. عشان نحفظه بشكل سهل، الدواء starts with D، بالتالي دي هاي يعني بيشتغل على dual mechanism of action، بيشتغل في الهارت وبيشتغل في كمان الفيسل. بس الفيرابامين لا، بيشتغل only in the heart. اوكي، هاي الأدوية إلى حد كبير الإفكت تشبه البي دراجز البيتا بلوكرز، يعني في المنطق الطبيعي كونترا انديكيتد إني أجي أعطي concomitantly نون داي هايدروبيريدينز مع البيتا بلوكرز، لانه حيسوي عندي اي في بلوك، يعني حتنزل كثير براديكارديا وراح يكون اكيد كود بي فيتال فور ذا بيشنت. طيب انا من هاي الميديكيشنز مين اللي بستخدمه مع البيشنت وذ هايبرتنشن؟ لا، بستخدم الاملودبين او ممكن استخدم واحد من هاي الميديكيشنز. اكثر شيء وي كود يوز ذس وان الاملودبين اور ذس وان ليركارنيدبين. طب ايش الكومن سايد افكتس الفيري فيموس لازم تكون عارفينها؟ هذا الفيرابميل بيعمل لنا constipation. It's very famous for the constipation. بالتالي لما نعمل في محاضرات patient counseling بهمنا patient على هذا الفيرابميل، إنه we should consult the patient, we should counsel the patient إنه مشان موضوع الإمساك الـ constipation. طيب يعني مين استخدم الـ non-dihydropyridines هدول التنين ولا البيتا بلوكرز؟ لا، الـ evidence بيحكي I would go for the beta blockers بالأول،
إذا البيتا بلوكرز ما كانوا مثلا توليريتد، كان في عندي مثلا مشكلة مع البيتا، مع البيتا دراجز، أنا I could use these agents. بالتالي إحنا بهذا الفيديو عملنا البي دراجز، البيتا بلوكرز سيلكتيف ونون سيلكتيف، أكيد سيلكتيف أحسن، وحكينا بالسي دراجز اللي هم السي سي بيز اللي هم دايهيدروبيريدينز والنون دايهيدروبيريدينز. ضل إن شاء الله بالنكست تايم God willing بنعمل الدي دراجز، والدي دراجز هي قائمة مرتبة من كتير ميديكيشنز. فثانك يو، يعطيكم العافية.